الذين يسألون المال في الشوارع الحكمة في التعامل معه. خلف جيبك شيرينات وبرايز، مش ارباع، خسارة فيهم الارباع. اللي يسألك اضرب ايدك في جيبك، طلع له شيلين، طلع له بريزة، وما تزودش عن كده مثلا، يعني عاوز تزود يبقى ربع جنيه بكثير يعني. يعني هؤلاء الناس لو رجع بيته اقل مثلا من 500 جنيه يبقى. اقول لكم قصة طريفة. كنت جاي من شارع جيهان بعربية، فتلاقيت ست قاعدة على كرتونة ما بين الطوارئ والجهاز الهضمي، ما بين الطوارئ والجهاز الهضمي. وبعدين كل ما تشوف مثلا واحد لابس كويس او واحدة كده تعمل لها بس كده، فيروح لها تكلمه كلمتين بسط ما فيش نص دقيقة، يوم مطلع يوم الدين. انا لمحت واحد بيدي لها 10 جنيه، فقمت واقف جنبها كده وبدات اتفرج عليه. شايفه مثلا كده واحد تعمل له كده بس ماشي كده اهو، يوم راح لها جاري يقول ده 5 جنيه 10 جنيه. يعني خلال ربع ساعة الست ديت لو قلت لكم جمعت مثلا 100 جنيه يبقى انا طبعا الناس بقى بتتصدق عشان ربنا يشفيها. ما هي قاعدة بقى جنب المستشفيات وعالجوا مرضاكم بالصدقة، واخد بالك؟ وهي بقى عيانة بقى ومريضة وبتاع، فكل واحد عاوز يتصدق بقى وعلمها كده بالصدقة. فقلت لها بقى جيت جنبها قلت لها بالنص، قلت لها بالنص، فبصت لي كده فاخدت الكرتونه وراحت مشي. طب مش هعرف ارجع بقى ورا تاني بقى. بعدت ما بين الرمد وما بين الايه؟ الطوارئ. برضك حته كلها استراتيجيه برضه، اللي عينه بتوجعه وطالب من العمليه يتصدى، اللي دخل قريبه الطوارئ عشان ربنا يرجعه له بالسلام، اللي بيخش ما بيطلعش فعشان يطلع بالسلامه برضك يتصدق. وهي بقى قاعده زي التعلوم كده اهو بس كده ما بتكلمش كده اهو، يوم جاي لها جاري تقول له كلمتين يوم اداها. طبعا ما ادلهمش. احد الزملاء الافاضل كان راح عندهم البلد لزياره، فهو قاعد مع عيلته يعني في البيت، فسمع واحد بيتكلم في ميكروفون انا معي مريض، فبص كده تلاقي عربيه داتسون تلتين نقل فيها اثنين السواق وجنبيه واحد تاني. الراجل اللي جنبه ده رابط راسه ومنديل تاني من تحت لفوق كده ومنديل تالت من الناحيه دي، يعني وشه ده كله مظهر الا الايه؟ الا العيون بس، وبقيه راسه كلها متربطه وايده رابطها في رقبته والايد التانيه عاملها مش عارف. طبعا لهم افانين في المسائل دي. فقال لهم يا اهل البلد الكرام انا معايا حاله عجيبه جدا، عامل عمليه في الطحال ومغير الكبد ومغير المريء ومغير قلبه ومغير البنكرياس. يعني الراجل عامل عمره من كل. طبعا الناس الغلابه بيدوا بقى، اللي يديله شويه رز واللي يديله دكارين بط، طبعا ده الريف بقى وعندهم البط بقى والرز واسى العربيه بخيرات الله. ده كله على حس مين؟ غير قلبه والطحال والبنكرياس والبلعوم والمريء، يعني القناه الهضميه كلها اتغيرت والرئه اتغيرت والقلب اتغير كله اتغير. نعم. فسبحان الله. فانا رايي الناس دولت ناس كذبه، ولكن لا ترد احدا منهم. اديله شيلين بريزه، شيل يعني خمسه قروش، وبريزه يعني 10 قروش، مش بالمعنى الايه؟ الاخر يعني.